الكتاب 25، المقالة 11، زلزال النيبال، بقلم آراسو فاليان. بابا، اتخذنا قرار دون الرجوع إليك أنت والماما. ليس هناك مشكلة إذا كانت وجهتكم صحيحة، ولكن ما هو هذا القرار؟ سنشارك في حملة التبرعات من أجل زلزال نيبال. ممتاز، ولكن ماذا بالنسبة لزلزال سوريا؟ لا نعرف، ولكننا لن نتأخر إن حدث نشاط مماثل يتعلق بسوريا. ما هو هذا النشاط وما هو نوع المشاركة؟ وهل مشاركتكم مادية؟ لا، مشاركتنا ستجلب التبرعات الكثيرة، وبالتالي ومن حيث النتيجة هي مادية. كيف ذلك؟ الكات وولك. ما علاقة الكات وولك بزلزال النيبال والعوائد المادية؟ سنقدم استعراض نحن ومجموعتنا، وهو عرض أزياء، ومجموعتنا أكثر من 20 طفل وطفلة وشاب وشابة، وقد أنهينا التدريبات ونحن الآن مستعدين لتأدية عرض الأزياء. وأين سيكون العرض؟ في الحياة ريجنسي، وسيكون هناك مدعوون كثر، ونتوقع أن تكون التبرعات مجزية. وبالنسبة لنا فنحن سنقدم ما نقدر عليه. الفكرة جميلة جدا بل رائعة، ولكن ما هو المطلوب مني؟ الفيزا كارد الثانية، خاصتك مع كلمة السر لتغطية تنقلاتنا ومصاريفنا. رائع أن تفكروا بمساعدة الغير في هذه المواسم العجاف، وبلدكم على ما هي عليه. سوريون بالفعل، وأفتخر بكم أنا وأمكم، وأفتخر بقراركم المتخذ بدون الرجوع إلي أنا والماما. آراسو فاليان، كاتب إنساني وباحث في الشأن الأرمني، 9 6 2015. तर पनि मेरो आँखामा सपना पनि हरेक दिन आइरहन्छ। तिमी जहाँ छौ प्लिज मलाई एकचोटि भेट। जबसम्म मलाई भेट्दैनौ तबसम्म यो चरा बनाएर तिमीलाई सन्देश पठाइरहन्छु।